السلام عليكم بنات. السلام عليكم الغزالات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كديره مع الصحه؟ كلشي بخير. اليوم البنات بغيت ندير معكم واحد الكيراتين الشعر. قلتوا لي واش كاين شي كيراتين مدهوده؟ انا اليوم ندير معكم واحد الكيراتين اللي ساهل مهل البنات. كي تنقول لكم ديما وصفات ساهلين مهلين موجودين في البيوت ديالنا، هذاك الشيء علاش قلت علاش ما نديرش هذا الكيراتين. نوريكم الطريقه والمقادير، وتا انا غنديرو معكم دابا. هو كي قلت لكم ساهل مهل البنات، فيه 4 ديال المكونات اللي موجودين عندنا في ديورنا. المكون الاول هو الماء البنات، والمكون الثاني هو النشا. انا ديجا بديتو باش ما نطولش عليك الفيديو. ها هو البنات النشا ولا مايزينا. انا يا بالنسبه ليا انا شعري قصير، غندير المقادير على قبل شعري. نتوما البنات الا كان شعركم طويل غديروا المقادير على حسب الطول ديال شعركم. انا اليوم البنات كي قلت لكم كيراتين ساهل، انا تندير معكم الطريقه ديريكت. هو ساهل مهل. كي قلت لكم المكون الاول هو الماء. انا درت كاس ونص ديال الماء، ودرت معلق كبار 4 ديال المعالق كبار ديال المايزينا. غير هو البنات خصو شويه ديال الصبر، حيت خاصكم تبقاو تحركوا 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 تيولي هذيك الماء مع مايزينا ينكريم. ابخي غنضيفوا عليه المكونات الاخرين، وان شاء الله البنات جربوا. كي تنقول لكم الشعار ديالنا ما تعكزوش. نتوما عارفين البنات دابا شعرنا مع البرد، وكي البنات اللي شعرها حرش ليها كاين اللي ما تقدرش كاع تمشطو، ولكن هاد الكيراتين البنات راه جد جد فعال. شو البنات ها هو بدا تيتجانس الخليط. انا باش ما نطولش عليكم الفيديو ديجا بديت الطريقه. دابا انا كي قلت لكم تبقاو تحركوا البنات، تحركوا 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 تيتجانس هذاك الخليط مزيان، وابخي عاد نزيدوا عليه المكونات الاخرين. وان شاء الله البنات جربوه وما تعكزوش، وديروا لي النتيجه كي تديروا لي ديما، وتصيفطوا لي لي فوتو باش نقول لكم برافو عليكم البنات. انا كي قلت لكم شي البنات هو بديت تيتجانس الخليط. كي قلت لكم خاصكم البنات شويه الصبر، انا ما بغيتش نطول عليكم في الفيديو. هذاك الشيء علاش قلت ديجا نوجد مايزينا. وانا دابا كي تنوريكم البنات هو بدا تيتجانس. وبخير البنات غنزيدوا عليه المكونات الاخرين، بقى واحد جوج مكونات. كي تنقول لكم البنات ديما ساهلين ماهلين متناول الجميع، وغديروا وغتشكروني عليه. وانا كي قلت لكم انا دابا تنوجدوا معاكم، وتا انا غنديروا شعري. وان شاء الله البنات ما تعكزوش بحال ديما الشعار ديالنا ما تعكزوش. ها نتوما البنات شفتوا هذاك الشيء علاش قلت لكم خاصكم ها هو بدا تيتجانس. هذاك الشيء علاش البنات قلت لكم خاصكم تصبروا شويه باش يتجانس هذا الخليط، ومكونات طبيعيه وساهلين ماهلين وما تعكزوش البنات. وديروا شعركم، والطريقه البنات غتمشطوا شعركم وغديروا زغبه بزغبه بحال تديروا في الكيراتين نورمال. هانتوما البنات شي بدا تيتجانس دابا، نقص عليه لابلاك. شو البنات كي ولا انا مقربه لكم الكاميرا باش تشوفوا. ها هو البنات كي قلت لكم على حسب قياس ديال شعركم. وهاد الكيراتين البنات غديروا شعركم وتشكروني عليه، والله العظيم تشكروني عليه. غير خاصكم تداوموا كل سيمانه ديروه، وتقدروا تخليو حتى ساعتين شعركم ثلاثه السوايع. ها هو البنات بدا تيتجانس. ها نتوما البنات شفتوا دابا هو تجانس. كي قلت لكم عاد غنزيدوا عليه المكونات الاخرين، وان شاء الله البنات ما تعكزوش وديروه وتشكروني عليه. كي قلت لكم لانه ساهل مال، مكونات ساهلين ماهلين. شو البنات دابا صايي ها هو تجانس الخليط ديالنا ولا ان كريم. وغناخدو اين بول وغنديرو فيه هاد الخليط لي ولا متجانس. هانتوما البنات شتو فوالا. تاخدو واحد لين بول، غتخليوه البنات يبرد. كي قلتلكم على حساب الطول ديال شعركم، بحال بالك كان شعركم طويل غديرو القياس مدوبل، لكن قصير بحال لي عندي انا البنات. كي قلتلكم هانتوما البنات شتو ها هو الخليط. ها هو
اوه خليو شويه يبرد البنات. كي قلت لكم باش نزيدو عليه المكونات الاخرين، كي قلت لكم البنات ساهل الماهل، وان شاء الله غديروه ما تعكزوش. ها نتوما البنات شي الخليط كي ولا نبردوه شويه. وتنشكركم بزاف البنات على الدعم ديالكم، على المشاركه ديالكم في القناه ديالي، وانا كما تتبخلوش عليا انا ما تنبخلش عليكم. تنتمناكم ديما دعموني في قناه ديالي البنات، الله يجازيكم بالخير. نتوما عارفين هي القناه ديالي الله بديتها، مي ان شاء الله حنا خلاوها درجه بدرجه. وهاد الكيراتين البنات والله العظيم راه اش نقول لكم، بعدا النشا نتوما عارفين المنافع ديالها. دابا البنات غنزيد المكون الثاني هو صفر ديال البيضه. كي قلت لكم المقادير على حسب الطول ديال شعركم، انا شعري قصير عندي غير وحده، غنزيدو على البنات وتحركوا مزيان. هانتوما البنات شتو هنا هو البنات الجنس. سمحوا لي واخا تنغلط انا مثلا ما تنحبش الخليط تخلط مع هذيك الصفار ديال البيضه البنات. هانتوما البنات شتو كي ولا. واخر مكون البنات هو الزيت، الزيت اللي عندكم، زيت العود، زيت مود كوكو، زيت الخروع، الزيت اللي عندكم، زيت ارغان. انا تنفضل زيت العود حيت شعري ناشف. كي قلت لكم غضيفوا ليه واحد جوج معالق ديال زيت العود فوق هذا الخليط هذا. هانتوما البنات على المعلقه الاولى وهالمعلقه الثانيه، تخلطوا مزيان البنات. كي قلت لكم البنات راه ساهل ماهل، ما تعكزوش ما تعكزوش ما تعكزوش. وانا كي قلت لكم غنخليه يبرد وغنديروا شعري وكاينه النتيجه ان شاء الله. وما تعكزوش البنات، كي قلت لكم شطوا شعركم مزيان. الا كان معكم شي حد في الدار يديروا لكم شعركم بحال تديري في كيراتين زعما زغبه بزغبه من الفوق حتى لتحت ديال شعرك، باش الشعر كله يولي فيه هاد الكيراتين. وخليه واحد ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه تسوي وغسل ما عنده ما يدير لكم البنات. ابخي غسلوه ونشفوه غتشوفوا النتيجه وغتشكروني عليها. وهو الخليط ديالنا الكيراتين اللي قلت لكم البنات ساهل ماهل. كنتمنى منكم البنات ما تعكزوش وديروه ديروه ديروه. وان شاء الله مع فيديو جديد مع هدى هدى، وان شاء الله البنات ديروا هاد الكيراتين لان جد جد فعال. وان شاء الله ندير لكم فيديوهات اخرين وكيراتين واحد اخر. ومع السلامه مع هدى هدى.